هذا المركز والحسيس مجلس التنفيذي تاعو هو كان بمبادرة مجموعة من الإخوة والأصدقاء على جميع المستويات المهنية، وكان التفكير بعد مدة على تأسيس هذا المجلس على أن يكون مركزا مغربيا للدراسات الاستراتيجية تهتم بجميع الأبحاث العلمية سواء تعلقت بالميادين الفكرية أو الاقتصادية أو البيئية أو غيرها، أي في كل ما يتعلق بالشأن العام الذي يهم لصالح المملكة المغربية. وفي هذا نجد بأن هذا المركز ما هو إلا بداية لانطلاقه على أساس تعميمه لجميع أنحاء المملكة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتظاهر جميع الأشخاص أي المؤسسين وكذا المنخرطين على أساس بأن هذه العملية هي عملية تذهب في إطار المجتمع المدني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد بن صلى الله، ولنا التوفيق جميعا ونأمل أن نكون في حسن الظن وفي حسن البلد على أن نقوم برفع هذا البلد إلى مستويات أعلى في ظل الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة.